سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نديرو تشيز كيك بالفريز. نبداو على بركه الله بالمقادير. هنايا 300 غرام ديال البسكوي مطحون، استعملت هنا الصابلي، وهنايا الياغورت استعملت الكراميل، تقريبا واحد 100 غرام. غادي نضيفوا هذا الياغورت على البسكوي ونخلطوا الكل مزيان. كي قلت لكم غادي نضيفوا هذا الياغورت على البسكوي وغادي نخلطو، نضيفو شويه بشويه. غادي نضيفو هاد الياغورت تدريجيا ونبداو نخلطو. لا خصنا غادي نعاودو نضيفو ونزيدو شويه. انا هنايا غادي نستعمل يديا حيت السباتول باش هكذا غادي نحاول باش نلبس هاد البسكوي كله، لبسو ديك الكريمه. صافي، غادي نستمر بهاد الطريقه تنجمع هاد البسكوي كله بداك اليوغورت. كان هذا هو الشكل النهائي ديال البسكوي من بعد ما خلطناه كامل. غنجيو هنايا ناخدو واحد القالب كيتحل من الشنا وغادي نصبو فيه هاد الخليط وغادي نحاول نخلط. نسرح، نحاول باش نسرح هاد الخليط كله مزيان. صافي، غادي نسرحو على الجوانب كاملة، ندير سوا معلقة سوا سميتو. صافي، ومن بعد غادي ندخلو المجمد واحد نص ساعة هكداك. من بعد ما دخلنا الكيك للتلاجة ديك الطبقات البسكوي المجمد، غادي نجيو هنايا غادي نديرو الطبقة الثانية اللي هي عبارة عن الكريمة. هنايا عندي 600 ملليلتر الكريمة السائلة، عندي هنايا 400 غرام ديال الجبن، جوج معالق كبار ديال السكر سنيدة، وعندي نص ساشي ديال الفاني. اول حاجه غادي نبداو على بركه الله، غادي ناخذ الجبن غادي نضيفو ليه هنايا السكر جوج معالق، وغادي نضيفو ليه نص ساشيات الفاني، وغادي نخلطو كلشي مزيان بالطراب. نصف فقط غير باش تعطينا ديك النسمة الفاني، وغنخلطو كلشي مزيان. من بعد ما تخلط عندنا هنايا الجبن مزيان مع السكر، غادي نضيفو لهاديك 600 ملليلتر الكريمة، وغادي نستمرو في التطراب مزيان مزيان حتى تطلع عندنا الكريمة وتولي واقفة. صافي، هنايا من بعد ما طلعت عندنا الكريمة غادي نجيبو طبقة هاد المول ديالنا من المجمد، وغادي نضيفو عليها هاد الكريمة، غادي نبسطوها مزيان، نضيفو جزء بجزء. هنحاولو هنايا في الجوانب نضيفو ونضغطو باش ما يبقاش عندنا، فاش من يوجد عندنا الكيك هذا تشيز كيك ما يبقاش عندنا في الطبقات ما يبانش لينا هاد الشناب خاويين، داكشي علاش كنصبقو الشناب هما الاولين. نضيفو كميه ونبداو نعمرو الشناب، عاد ديك الساعه غادي نضيف الباقي وغادي نسرح باش تكون عندنا هنايا طبقه تكون مسرحه مبسطه مزيان متساويه. هنايا من بعد ما قديتها غندخلها للمجمد مدة ساعة تقريبا، صافي انا ندخلها ونعاودو نرجعو نتلاقاو باش نوجدو الطبقة التالتة. هنايا خدينا ربعة ديال الفريز، قطعنا مربعات صغيرة وزدنا ليها واحد ثلاثة المعالق كبار د السكر سنيدة، وخلينا حتى تلق الما ديالو، نتوما داك كيتعسل مع داك السكر سنيدة،
صافي كناخذ هنايا زوج ساشيات صغار ديال الفلون ديال الفريز، وهنايا 80 مللتر د الماء، ما يعادل واحد نص كاس د العنبه. صافي غادي نديرو الكل في الطراب وفي الخلاط، غادي نخوي كلشي هنايا وغادي نطحنو مزيان، ومن بعد غادي نصفيه وغادي نديرو فوق النار حتى يغلى مزيان. عاد ديك الساعه نخليه واحد 5 دقائق حتى يبرد، وديك الساعه نصبو على التشيز كيك ديالنا. صافي هنايا غادي نضيف ليه هاد الفلون ديال الفريز، غير هاد الصغار لان انا درت السكر. الا كنتو غديروا الكبير، الا كنتو غديروا الفلون ديال الفريز الكبير ما تضيفوش السكر. صافي كي غنطحن الكل جيدا وغادي نصفي ونعاودو نطلق. هنا من بعد ما دازت 5 دقائق باش حيدت هذا من فوق النار، كنبدا نهز غير شويه بشويه ونخوي هنايا فوق الحلوه من بعد ما خرجتها من المجمد. نحاول نوزعو هكا هذا الكيك كامل. صافي غادي نستمر هكا بنفس الطريقه حتى نخويه كله. نحاولوا باش نسرحوه يكون بهذا بكميه متساويه. صافي غادي ندخلو للثلاجة واحد مدة ساعتين، وديك الساعة غادي نرجع نوريكم الشكل النهائي ديالو. هيا من بعد مرور ساعتين خرجنا من المجمد، ونحاولو نزولوها من المول غير بشوية هاكا. صافي وهكا كيكون هذا هو الشكل ديالها، نوريه لكم هكا. هادشي طبقات البسكوي والكريمه وهاد الطبقه ديال الفريز. صافي كنحطوها في طبق التقديم. ممكن نزينوه هنايا بالفريز، كنقطعوه ونزينو به. انا صراحه الفريز اللي استعملت اليوم غير الفريز اللي مجمد عندي في الكونجيلاتور، ما عنديش الفريز الطري. صافي غادي نحطها ونقطع لكم الطرف منها باش تشوفوا الشكل ديالها كي كيجي. هنايا غادي نقطع الطرف باش تشوفوا الشكل كي كيجي. صراحه كيجي لذيذ 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 بزاف هاد التشيز كيك، كنتمنى انكم تجربوا. صافي هنايا غادي نقول لكم بالسلامة، وخليت لكم راحة البال، وكنتمنى انكم تجربوا هاد التشيز كيك، وان شاء الله اكيد اكيد انه غادي يعجبكم اكيد. يلا بسلامة عليكم حتى الفيديو الجاية. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس وديروا لي لايك، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. بسلامة.